أحسن الله إليكم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: أرجو إلقاء كلمة توجيهية إلى كل من شارب الدخان مع بيان حكمه وبيعه، جزاكم الله خيرا. الدخان مادة خبيثة ومضرة ولا فائدة فيه لوجه من الوجوه، فهو خبيث في رائحته، خبيث في طعمه، خبيث في أثره ولونه على من يتعاطاه، تجد أثره السيء واللون السيء في فمه وشفتيه وأسنانه، وأيضا أعظم من ذلك أنه خبيث يورث الأمراض الفتاكة كالسرطان بأنواعه كما قرر الأطباء، وإفساد الصدر وما يختزن الدخان. أنت لو اعتدت أن توقد النار في حجرة كبيرة وكررت إيقاد النار فيها أصبحت سوداء جدرانها وبابها، فكيف بصدر الإنسان الضيق؟ ماذا يكون من تعاطي هذه المادة الخبيثة؟ وأيضا هو منفذ للأموال بغير فائدة، لأنه يشتريه بأموال كثيرة ولا يستفيد شيئا، وإنما يستفيد ضررا. وإذا كان الناس الأبرياء يتعذون بالدخان إذا كانوا في سيارة أو في غرفة أو في الشارع، فإن الناس يتأذون بهذا الدخان لأنه خبيث، فكيف بالذي يتعاطاه؟ فهو من هذه الوجوه محرم ولا يجوز تعاطيه ولا يجوز بيعه، وثمنه حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فبيعه حرام وشراؤه حرام وزراعته حرام والاتجار به وجلبه، كل هذه محرمة وهو كسب خبيث. نعم.